ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى إن الحسرة كل الحسرة والمصيبة كل المصيبة أن يجد الإنسان راحته حين يحصي ربه جل وعلا. هذا والعياذ بالله هو الخسران المبين الذي حذر الله جل وعلا منه. قال ربنا مذكرا إن إلى ربك الرجعى. فقال ربنا متوعدا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فسبحان من لا تخفى عليه من عباده خافية، الطائعون إذا أطاعوه والعصاة إذا عصوه، لكنه حلم الله جل وعلا على عباده. إن من ازدحمت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الرغبات يجب عليه أن يواجهها بتذكره لعظمة الرب تبارك وتعالى، أن يتذكر فضل الله جل وعلا عليه ونعمائه تبارك وتعالى إليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عليه أن يتذكر أن كل لذة دون الجنة فانية، وأن كل بلاء دون النار عافية. عليه أن يتذكر أنه ما من أحد إلا وسيوسد التراب، وتحل عنه أربطة الكفن، ويخلى بينه وبين عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا.